بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أبنائي الطلاب الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية من خلال المنصة التعليمية لمدرسة التميز النموذجية قسم اللغة العربية. التميز 20 عاما من التميز. القيمة الإعراض عن الجاهلين. الشعار وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الدعاء دعاء الصائم إذا سابه أحد إني امرؤ صائم. المرحلة الابتدائية الصف الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الصف الرابع، الوحدة الثانية، عنوان الدرس سفينة الصحراء، كفاية 2-7. سفينة الصحراء أبنائي الأعزاء المقصود بها كما نرى في الصورة هو الجمل، فالجمل هو سفينة الصحراء، حيث أنه يتحمل السفر لمسافات بعيدة في الصحراء، وقد هيئ الله هذا الجمل بصفات معينة تجعله قادر على السير في الصحراء لمسافات طويلة ولمدة بعيدة دون أن يشعر بالتعب كغيره من سائر الحيوانات. فلننظر إلى ما بعد ذلك يا أبطال. تمهيد: أقرأ النص الآتي ثم أحدد الفكرة الرئيسة له. لم يكن ممكنا قطع الصحراء المهلكة إلا بالجمل، فسموا الجمل سفينة الصحراء التي تعوم فتقطع البحار. والطريف أن كل المخلوقات تسبح ما عدا الجمل رغم أن اسمه سفينة. والطريف أيضا أن راكب الجمل يهتز لاهتزاز جسم الجمل، فيصاب راكبه بدوار يشبه دوار البحر الذي يصاب به راكب السفينة، ولذا فنحن لا نتعجب إذا سموه سفينة الصحراء. يبقى الجمل يا أبنائي لا يمكننا أن نقطع الصحراء المهلكة إلا بواسطته، لذلك سمي الجمل بهذا الاسم، سمي باسم سفينة الصحراء. السفينة تعوم كي تقطع البحار، وكل المخلوقات التي تسبح ما عدا الجمل على الرغم من أن اسمه سفينة. والطريف أيضا أن راكب الجمل نتيجة لاهتزاز جسمه مع جسم الجمل يصاب راكبه بدوار يشبه دوار البحر الذي يصاب به راكب السفينة، لذلك لا نتعجب إذا سموه سفينة الصحراء. والجمل إذا هبت العواصف له ستارة على قزحية العين تحميه وتساعده على اتقاء العواصف والأتربة، أما خياشيمه المشقوقة فتجعله قادرا على إغلاقها في أثناء العواصف الرملية وتساعده على أكل الشوك، أما تحمله لحرارة الصحراء فراجع إلى أن درجة حرارته 40 درجة فيقل عرقه ويحتفظ بماء جسمه، وله قدرة على حمل الأثقال فلا ينافسه فيها منافس، فهو يستطيع أن يحمل ما يعادل 300 كيلو جرام، ويستطيع أن يقطع المسافات الطويلة بسرعة تزيد على 3 أميال السرعة التي يقطعها بها الجواد. يبقى الجمل يا أبنائي خصه الله ببعض الصفات كي يستطيع أن يتعايش ويتأقلم مع الحياة والرحلات التي يقوم بها في الصحراء في وسط الرمال، حيث أن الجمل إذا هبت العواصف فهو له ستارة على قزحية العين لكي تحميه وتجعله يتقي العواصف والأتربة، وأيضا خياشيمه المشقوقة تجعله قادر على تناول نباتات التي يوجد بها الشوك دون أن يتألم أو يصاب بأذى، وأيضا تجعله قادر على إغلاقها في أثناء العواصف الرملية. وبالنسبة لتحمل الجمل لدرجة حرارة الصحراء العالية أن درجة حرارته 40 درجة فيقل عرقه، فيستطيع بذلك أن يحتفظ بالماء في جسمه الذي قد يحتاج إليه في رحلته، وله أيضا قدرة رهيبة وكبيرة على حمل الأثقال فلا ينافسه فيها منافس، وأيضا يستطيع أن يحمل ما يعادل 300 كيلو جرام، ويمكنه أن يقطع مسافات طويلة بسرعة تزيد على 3 أميال. ما يا أبطال، هيا ننتقل إلى ما بعد ذلك. وإذا حمل ثقلا فإنه يسير بسرعة 3 أميال في اليوم، أما إذا كان فوقه راكبه فقط فإنه يستطيع أن يسير نحو 100 ميل في اليوم. والطريف أن كل ما خلقه الله يحمل واقفا إلا الجمل، فإنه يحمل باركا ثم ينهض.
الجمل يبرك حتى نضع عليه ما نريد، ثم يقف مرة أخرى. نريد أن نضع فكرة رئيسة يا أبنائي لهذه القطعة أو هذه الفقرة التي قرأناها. من يأتني بفكرة رئيسة جميلة يا أبطال؟ هيا هيا أيها النجم، تفضل يا بطل. أحسن، تبارك الله فيك. الجمل وسيلة نقل مهمة قديما. يبقى الجمل كان من وسائل النقل المهمة في وقت القدم قبل اختراع السيارات والطائرات وما إلى ذلك. القراءة، سنقرأ يا ابنائي قطعة قطعة ونضع عليها بعض المعلومات. الجمل من الحيوانات التي تخدم الإنسان منذ مدة طويلة، وقد تغنى الشعراء العرب به لما له من صفات وبما له من فائدة في قطع البوادي. طبعا البوادي جمع مفردها البادية، وهي الصحراء، على الرغم من اختلاف الأجواء وشدة البرد والحر في الشتاء والصيف. الجمل من الحيوانات التي تخدم الإنسان منذ القدم من مدة طويلة جدا، حتى أن الشعراء من إعجابهم بهذا الجمل وصفاته العظيمة قد تغنوا به قديما، وله قدرة عظيمة في قطع الصحاري على الرغم من اختلاف الأجواء وشدة البرد والحر، فالجمل قادر على تحمل ذلك. أستعين بمصادر البحث المختلفة وأحدد أهم صفات الجمل. من يعطينا بعض صفات الجمل يا أبطال؟ هيا هيا أيها النجم، تفضل. أحسنت، من صفات الجمل الصبر وتحمل الجوع والعطش والقدرة على حمل الأثقال. أحسنت يا بطل، هيا معي يا أبطال. وكانت القوافل العربية هي التي تقل الركاب والبضائع من مكان إلى مكان، ولعل ما ورد في القرآن الكريم معروف عن رحلة قبيلة قريش العربية التي كانت تتم مرة واحدة في الشتاء ومرة أخرى في الصيف. نحن نتحدث عن الجمل وعن فائدته للكويت كما نتحدث عن السفينة، فكلاهما قام بدور في خدمة البلاد في الوقت القديم، ولا يزال لكل منهما دور حتى اليوم، ولكن بصورة تختلف عن الصورة القديمة التي سوف نذكرها. طبعا رحلة الشتاء والصيف معروفة في قبيلة قريش، وكان يستخدم في هذه الرحلة الجمال لنقل البضائع والسفر بها، وأيضا الكويت قد خدمها الجمل وخدمتها السفينة، كل منهما قام بدوره في خدمة هذه البلاد في الوقت القديم، ولا يزال لكل منهما دور حتى اليوم، ولكن لكل منهما دور يختلف عن الآخر. هيا يا أبطال، أستعين بالشبكة العالمية للمعلومات وأقارن بين الجمل والسفينة. من يقارن لنا بين الجمل والسفينة يا أبطال؟ هيا هيا أيها المتميز، تفضل تفضل يا بني. أحسنت، الجمل وسيلة نقل برية يسير في رمال الصحراء في البر، والسفينة وسيلة نقل بحرية فهي لا تسير ولا تتنقل إلا في البحر. وقد جمع الله سبحانه بين السفينة والجمل بوضوح حين قال: وعليها وعلى الفلك تحملون، فالفلك هي السفينة، وقد وردت هذه الآية بعد الحديث عن الأنعام التي منها الجمال. أستعين بالقرآن الكريم في تدوين الآيات القرآنية الخاصة بالجمل وبمعلم المادة لفهمها. هيا بنا ندون آية قرآنية يا أبطال. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ يعني ألا ينظر الناس إلى هذه الإبل، الإبل كيف خلقها الله والصفات التي زودها بها كي تستطيع التحمل والتنقل في الصحراء ورمالها وحرارتها العالية وبردها الشديد. فقد جعل الله لها صفات معينة خاصة بها، لو تأملها الإنسان لازداد إيمانه بالله سبحانه وتعالى. إذن فقد كان للجمل فائدة كبرى بالنسبة للكويتيين الذين لهم سفينة برية تضاف إلى سفنهم البحرية، فاستفادوا منه في الأسفار وفي نقل البضائع والأشخاص من مكان إلى آخر، وفي المتاجرة به بيعا وشراء، إذ ازداد العدد الموجود منه على حاجتهم. ولا ننسى أنه كان الوسيلة المؤدية قديما إلى حج بيت الله الحرام. طبعا يا أبنائي، من خلال هذه الفقرة نعرف أن الجمل كانت له فائدة كبرى بالنسبة للكويتيين الذين كانت لهم سفينة بحرية وسفينة برية وهي الجمل، فاستفادوا منه في أسفارهم، واستفادوا أيضا في نقل بضائعهم والأشخاص من مكان إلى آخر، وكذلك في المتاجرة به بيعا وشراء إذا زاد عن حاجتهم. ولا ننسى أنه كان الوسيلة المؤدية قديما إلى بيت الله الحرام. هيا بنا يا أبطال نعدد فوائد الجمل. ها، من يا أبطال يعدد لي بعض فوائد الجمل؟ تفضل تفضل أيها النجم. أحسنت، الجمل كان وسيلة نقل
والمتاجرة به طبعا إذا زاد عدده عن الحاجة. وكان أيضا مصدر للحوم والألبان، وحتى الآن ما زال الجمل مصدر للحوم والألبان. إذن من فوائد الجمل أنه كان وسيلة نقل وكذلك المتاجرة به، وهو مصدر للحوم والألبان. هيا بنا أبطال الأعزاء نتعرف على بعض المفردات التي قد تغيب عنا في هذا الموضوع، فهيا بنا نتعرف على الكلمة ومفردها. كلمة بوادي، بوادي قلت لكم بمعنى صحاري. ما مفرد كلمة بوادي يا أبطال؟ هيا أيها النجم، أحسنت أحسنت يا بطل. مفرد بوادي بادية. هيا بنا نتعرف على كلمة أخرى ونتعرف أيضا على جمعها، على جمعها. كلمة وسيلة، ما جمع كلمة وسيلة يا أبطال؟ ها كلمة سهلة، ها من يخبرني؟ هيا هيا أيها المتميز تفضل. أحسن، جمع كلمة وسيلة وسائل. إذن هنا يا أبنائي لدينا كلمات نتعرف عليها، منها كلمة بوادي نريد أن نعرف مفردها وهي بادية، وبوادي بمعنى صحاري وبادية بمعنى صحراء، وأيضا كلمة وسيلة وجمعها كلمة وسائل. هيا يا أبطال ننتقل إلى ما بعد ذلك، الفهم والاستيعاب. أضع عنوانا للنص السابق، أريد أن أضع له عنوان، من يعطينا عنوان يا أبطال؟ تفضل تفضل. أحسنت، فوائد الجمل، عنوان النص فوائد الجمل. أريد أن أذكر معلومة مهمة حصلت عليها وأعجبتني. ما المعلومة التي استفدت منها يا بطل وأعجبتك؟ تقدم هيا يا بطل. المعلومة هي أن الجمل وسيلة نقل لأداء فريضة الحج قديما. أحسنت بارك الله فيك. أبين الهدف الأساسي من الموضوع، ماذا نستفيد من هذا الموضوع يا أبطال؟ هيا ننظر معا. بيان أهمية وقيمة الجمل عند العرب قديما. طبعا الجمل كانت له أهمية عظيمة عند العرب قديما، وله قيمة عظيمة عندهم. الممارسة، بعد قراءتي للموضوع السابق واستعانتي بعدة مصادر وموارد أبين ما يأتي. أهم عناصر النص المقروء، ما أهم عناصر هذا النص يا أبطال؟ ننظر معا. المقدمة، أي نص نريد أن نتعلم منه لابد أن يكون له مقدمة، وأيضا العرض، أيضا إيه المقدمة وإيه والعرض، المقدمة والعرض، والتدليل بآيات كريمة، وأيضا الخاتمة. لكل موضوع لابد له أن يكون من إيه، يكون له من خاتمة. الفكرة الرئيسة للنص المقروء يا أبطال، ما هي الفكرة في هذا النص؟ للجمل فوائد عظيمة في كل زمان ومكان، فالجمل مناسب لكل زمان ومكان وفوائده عظيمة ومتعددة. أبناء الأعزاء إلى هنا تنتهي حصتنا، بارك الله فيكم، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من هذه الحصة. أسرة اللغة العربية بمدرسة التميز النموذجية تتمنى لأبنائها دوام التوفيق والتفوق.